على مستوى روحي مرتفع. انت يا رب لسه موجود، لسه بتحن، لسه بترفع، لسه بتشفي، لسه بتشرق شمسك. اسمعني، لما جيت تتكلم عن البركة والنهضة حطيت شرط، فنتواضع تحت يد الله، الله يعمل فينا ايه؟ الله هيرفعنا. ونغني بين الناس ان احنا لينا اله عظيم. لو صدقتوا كلام ربنا هنخرج مختلفين جدا. اهلا وسهلا بيكم، بنرحب بيكم وبنرحب بالمشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم، وبنقول لكم انه النهارده يوم مميز جدا، وزي ما الكتاب بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل به. هننبسط وهنفرح في الترنيم وهنتعزى وهنستفاد في الخدمه زي الايام اللي فاتت لما ربنا لمس حياتنا ولمس طريقه تفكيرنا. بصلي انه يكون اليوم النهارده سبب بركه لكل واحد في حضراتكم ولينا كلنا ولكل المشاهدين. خلينا نرفع قلوبنا في الصلاه ونبتدي اجتماعنا بالصلاه. يا رب نشكرك من كل القلب من أجل كل أيام يا رب أنت بتسمح إن احنا نتواجد فيها رب في الكنيسة هنا يا رب، بتلمسنا بشخصك يا رب. نشكرك يا رب من أجل موضوع الأيام اللي فاتت، موضوع الروح القدس يا رب اللي احنا في أشد الاحتياج ليه، في أشد الاحتياج إن احنا نعيش بأمانة قدام شخصك. مش هنقدر نعيش ولا هنقدر نتصرف غير بروحك القدوس اللي بيقود حياتنا. رب صلي انه كل انسان يا رب موجود بيسمعنا، كل انسان في الكنيسه هنا يا رب، صلي من اجل المتاخرين اللي هيجوا انه كل انسان يتلمس تتغير حياته يا رب للافضل لما يرتمي في حضنك يا رب. اشكرك يا رب لانه لينا بركات كتير في شخصك، وزي ما الكتاب بيقول يا رب الى الان لم تطلبوا شيء. لما بنطلب يا رب بتزيد ايماننا وبيكمل فرحنا في شخصك. صلي كل واحد يا رب وكل واحدة موجود معانا النهاردة، تعالى يا رب بروحك القدوس ويلبس كل شخص بالبركة يا رب اللي احنا متعودين يا رب بناخدها منك. يوم غير عادي يا رب، وشح يا رب عبدك اللي هيتكلم النهاردة بمنتهى القوة لكي ما تأتي كلمات يا رب بالروح القدس تلمس يا رب دواخل قلوبنا. رب صلي من أجل فريق الترنيم أنك تدينا ترنيمات معزية، ترنيمات فيها بنسبح اسمك وبنسبح جلالك وتدخلنا إلى محضرك، لمسة من السماوات يا سيد على الأرض ولكل المجد. رب بشكر ربنا من أجل فريق الترنيم اللي هم ثالث يوم شغالين، وربنا بيباركهم وإحنا بنتعزى بالكلمات، وصلي من أجلهم أن ربنا يلمسهم ويباركهم ونستمتع فترة الترنيم رعاية. ربنا يباركهم. بولس لما راح لكنيسة كورنثوس قال لهم أنا مش جاي لكم بكلام ومش جاي لكم بحكمة، لكن لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. إحنا جايين نقول لكم إحنا مش جايين لكم بترانيم ولا موسيقى ولا حاجة، إحنا مش عايزين نعرف حاجة منكم إلا يسوع وإياه مصلوبا. مش عايزين نعلي غير اسم واحد، مش عايزين نتكلم غير عن اسم واحد، مش عايزين نسجد إلا الاسم واحد. عشان كده هنبتدي نقول نسجد أمامك، نخضع لشخصك، أنحني أمامك. ينفع نصلي؟ هي الكلمات اللي احنا أو كل الترنيم اللي احنا هنقولها هي صلوات، فممكن تكون ألحان وكلمات وممكن تكون قلب بيسجد قدام الرب. شخصي كان أنحني أمامك.
تنحني الأرض
تسجد يا رب للجبال، كل الجبال يا رب، كل ركبة، كل لسان يعترف. كل في الكل كما يشتاق الأيل لتداوي المياه هكذا أطوق لك يا رب.
يا يسوع، أعطش نفسي لك.
يتحرك بحرية. بنتكلم عن الروح القدس ازاي يبقى شريكك. في يوم من الايام واحد من الكتاب الكبار كتب كتاب اسمه Good Morning Holy Spirit، ما اعرفش كم واحد بس شاف الكتاب، اسمه صباح الخير ايها الروح القدس. الفكره ببساطه ان الروح القدس بيسكن، ولما يسكن بيبقى هو صاحب البيت. وفينا ناس كتير قوي بتخاف ان الروح القدس يسكن ويبقى صاحب البيت، لان انا برضو عايز يبقى عندي الاراده والحريه واقول واقول لا. لكن السؤال اللي لازم نساله لنفسنا قبل ما نسمع بقى الوعظه الاخيره النهارده، يا ترى الروح القدس ساكن عندك ولا مأجر ولا نايم في اوضه ومقفول عليه ولا ما دخلش اصلا؟ انا عارف ان احنا جايين من طوائف مختلفه، وعارف ان في ناس كتير قوي بتقول أنا خدت الروح القدس لما اتعمدت وأنا طفل. في ناس إنجليين مشيخيين زي حالتنا بيقولوا لا، أنت لما بتتجدد بتاخد التجديد بالروح القدس اتسباكج على بعض. في ناس بتقول لا، الروح القدس ده اختبار منفصل تماما، وممكن نقعد لغاية مجيء المسيح نتخانق هو في المعمودية ولا في اختبار واحد ولا في اختبارين. أنا بقى عايز أريحك النهاردة بإيمان أنا البسيط الضعيف العبيط، زي ما عايز سميه، أنا ربنا لا يهمه إمتى ولا إزاي ولا فين. ربنا لا يهمه إذا كان وانت طفل ولا على مرة ولا على مرتين.
الكلام ده كله ما يهمش ربنا. اللي يهم ربنا هو السؤال اللي سأله بولس للتلاميذ لما تقابل معاهم، هل قبلتم الروح القدس؟ قبلته وانت صغير ربنا يباركك، قبلته في اختبار واحد ربنا يباركك، قبلته على اختبارين ربنا يباركك. ما تضيعش مجهودك في انك تثبت ان الاخر غلط وان انت صح، لانه لو احنا كلنا هنعيش بالروح الامر هيبقى مختلف تماما. الامر هيبقى مختلف تماما. الروح ساكن، لازم تبقى عارف ومدرك انه ساكن. ما ينفعش ابقى انا مثلا نازل عند الاسيس اليكس في البيت ومقيم عنده، ويجي حد يسال الاسيس اليكس والاسيس هشام نازل عندك، يقول له بصراحه مش عارف، ساعات بشوفه وساعات ما بشوفوش. ينفع؟ ينفع. ما هي ساكن يا مش ساكن. وعش كده اللي كتب الكتاب بتاع جود مورنينج هولي سبيريت او صباح الخير ايها الروح القدس، هو بي 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 انا الغلاف لوحده بس العنوان لوحده بيقول ان انت لو مدرك ان الروح القدس ساكن فانت بتصبح عليه يوميا، وانت خارج بيبقى شريكك. وده اللي احنا بنقوله في البركه الرسوليه، نعمه ربنا مخلصنا محبه الله وشركه ذا فيلوشيب اوف ذا هولي سبيريت. انت في واحد ما انجش فيك ومحتمي فيه وما بتخرجش من غيره. مش كده المؤتمر ده او اللقاء ده بتاع امبارح او يوم الخميس والجمعه والسبت والنهارده كان مهم جدا، ان احنا لينا ككنيسه ولينا كمؤمنين واخواتنا اللي بيتابعونا، ان الروح القدس مش ماده عشان نتخانق هو بيعمل ولا ما بيعملش، هو المواهب دي لسه موجوده ولا. يعني ابليس نجح انه يسيبنا من الروح القدس وعظمه الروح القدس اللي بنتكلم عنها، لان احنا بنتخانق في ظواهر، في ظواهر. وفي ناس كل هدفها ان احنا او ابليس هدفه ان كل الناس تقعد تتخانق على عقيده وتسيب الجوهر. مش كده الرب يسوع في الليله الاخيره من العيد قال ان عطش احد لازم يعمل. امبارح بالليل اللي كان موجود ان موسى كان في السحابه 6 ايام، بس في اليوم السابع ربنا ناداه وقال له لازم تدخل. والنهارده بيقول من عطش احد فليعمل ايه؟ فليأتي. طب انت هتفضل قاعد على الكرسي وهتفضل قاعد على الكرسي وحضرتك قاعد على الكنبه في التلفزيون، خير. يا نادر كان حلو قوي الكنيسه دي، الكنيسه كويسه او بالمناسبه يعني بتجيب ناس كويسه، حلو. لكن انت استفدت ايه؟ انت دخلت تحت السحابه ولا ما دخلتش؟ اقول لكم العيب الوحيد، ان صح ان انا اسميه عيب، وده اللي انا اعرفه من اسس كتير بيرفضوا فكره ان الروح القدس يسود، إن الروح ممكن يقودك حيث لا تريد أن تذهب. ففي ناس لأنها عايزة تفضل مرتاحة في الوضع اللي فيه بتصم ودنها وتقول لا الروح القدس بطل يتكلم، الروح القدس بطل يعمل معجزات، الروح القدس، لأن أنا خايف إن لو انفتحت للروح القدس ممكن يحركني. أنا بدعوك بقى النهاردة إن احنا قبل ما نسمع الدكتور نادر والربنا عايز يقوله لنا على لسانه في اليوم الأخير، إنك تغمض عينك معايا وتقول ربنا بخضع تماما للي أنت عايز تقوله لي. أنا عايزك تملاني تقودني، أنا مش عايز أمشي لوحدي مرة تانية، مش عايز أمشي بكيفي وبمزاجي وبحكمتي وبالناس بتقول لي أعمل إيه. أنا عايز أقول حتى إحنا ككنيسة وإنتوا ككنائس بتفرجوا عليا، امتى نرجع نقول راى الروح القدس ونحن؟ احنا في العادي بنقول راينا وراينا ونرى والروح القدس قاعد بيتفرج بيقول مش دي كنيستي اللي انا بدور عليها. يا رب احنا جايين النهارده يا رب زي التنيمه ما بتقول اخدع ذاتي دون عنادي لاصابعك للروح القدس ليشكل فيا. يا رب سامحنا على كل مره الروح القدس كان ضيف وساعات كتيرة بنقول له اقعد في الأوضة دي على الكرسي ده وما لكش دخل باللي بيحصل. يا رب كم مرة دخلنا تحت السحابة زي موسى وسمعنا صوتك وانت بتقول اتقدم بقى تعالى بقى حط رجلك هنا اتقابل معايا، واحنا بنقول طب بعدين انا عندي مشغوليات كتيرة، انا اصل مش مقتنع بالتعليم ده، اصل مش مقتنع بالفكرة دي، اصل عندي شوبينج، اصل عندي رحلة. يا رب سامحنا على كل مرة تهاوننا فيها وهمس الروح القدس بيهمس جوانا. يا رب أنا كهشام يا رب بشكرك إنك لسه ما فقدتش فينا الأمل ولسه شايف فينا حد.
وشايف فينا حاجة، وشايف فينا أدوات ممكن تستخدمها لمجد اسمك والملكوتك. يا رب أنا ما يهمنيش الناس بتقول علينا إيه، مختلين فلله، يعني مختلين برافو. بس يا رب أنا وإخواتي يا رب والكنيسة هنا وكل اللي بيشاهدون يا رب بنقول لك يا رب أنه كل صلاتنا أن الأيام اللي بقية من عمري ومن عمرنا إن طالت أو انقصرت، فشعبك يترجاك علمنا نعيش في رضاك. شيل يا رب من جوانا كل أنا وكل ذات وأنا رأيي وأنا عايز وأصلنا شايف، وخلينا يا رب مرة تانية نخضع أنفسنا لرأى الروح القدس ونحن، فتكون مشيئتنا ومشيئة الروح القدس ماشية في خط واحد. يا رب كلنا النهاردة جايين بنشكرك من أجل الدكتور نادر، وبنشكرك من أجل استخدامك لي يا رب اللي حصل الأسبوع اللي فات في الكهون واللي بيحصل معانا النهاردة. بنصلي يا رب من أجل استخدام أكتر ونعمة أكتر وأعماق أكتر، عشان يا رب يكون سبب بركة في كل مكان يا رب بيذهب إليه. وليك يا رب مع الروح القدس كل إكرام وسجود وحمد من الآن وإلى الأبد، آمين. خلنا نرحب بالدكتور نادر. سلام، أشكركم من أجل دعوتكم، أشكر الجانب القسيس ومن أجل ترحابكم. أؤمن جدا أنه نجتمع اثنين أو ثلاثة في اسم الرب، رب موجود في الوسط، وأؤمن جدا أنه حيث الروح رب هناك حرية. كل مرة بندرك أن الرب الروح القدس هو رب، هو أقنوم إلهي، إله واحد، كل مرة بندرك وبننحني زي ما قانون الإيمان قال لنا نؤمن بالرب الروح المحي، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. كل مرة بندرك أنه هناك رب الروح القدس زي ما الرب الآب والرب الابن إله واحد. كل مرة بنسلم الحياة زي ما جناب القسيس كان بيحكي كده، وبنخضع لحضور هذا الأقنوم في حياتنا، لأنه هو الأقنوم الحال فينا الساكن جوه الكنيسة. النهاردة لو احنا هنحكي حاجة ليها علاقة بالكنيسة، انه الروح القدس والكنيسة زي العروس والروح بيتحدوا في صوت واحد، الروح والعروس يقولان ايه؟ تعال. فتعالوا نغمض عينينا ثانية واحدة. أبويا السماوي، أنت رأس الكنيسة، يسوع المسيح أنت فادي الكنيسة، روح الله أنت حياة الكنيسة. بنستخبى فيك أيها الآب والابن والروح القدس. أنت قلت عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. أبويا السماوي، أنت رأس الكنيسة، يسوع أنت فادي الكنيسة، روح الله أنت حياة الكنيسة. إملانا حياة، افتدي كل أمورنا، منك تسمى كل عشيرة أيها الآب، منك تسمى كل عشيرة. يسوع أنت فادينا، روح الله أنت حياتنا. قدس كل أمور هذا اليوم، قدس كل أمور كل أسرة هنا، كل أسرة بما يشملها النسل ونسل النسل. قدس كل أراضينا، قدس كل احتياجاتنا، بنسلمك كل الحياة، قدس الكل. أنت ملء الذي يملأ الكل في الكل، لك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع، لكل المجد يا رب. أمين أمين. أستأذنكم أقرأ آيات من رسالة أفسس. مشغول النهاردة في آخر يوم من وقتنا معا أني أتحدث عن الروح القدس والكنيسة بصورة خاصة. أفسس اثنين وآيات مشهورة جدا، بس آيات قوية جدا، وعايز أوصل لآخر آية في هذا الشاهد اللي هقرأه معاكم الآن. آية 13، الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أفسس 2:13، الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.
لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسد ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلام، يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. بساطه بيتكلم عن امور لها علاقه باليهود والامم، لكنه ايضا بيحكي عن كل فاصل كل حاجز على مستوى الكنيسه زي ما هنرى، بينقضوا في كل حواجز السياج المتوسط او العداوه بيوقعها، وكل حاجز ما بيننا وما بينه هو اسقطه اللي هو الناموس والفرائض. فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين، ايه 17، لأن به لنا كلينا قدوم في روح واحد إلى الآب. بعد أتكلم بقى عن الكنيسة. فلستم إذن بعد غرباء ونزل، بل رعية مع القديسين، والتعبير الجميل أهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، كل البناء مركبا معا. رائع الآية، هقولها مرة تاني، كل البنى رب عمال بيبني كنيسته، أنا أبني كنيستي، فاكرين كده؟ أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. مبنيين على أساس رسل الأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكل مقدس في الرب، الذي فيه، ودي الآية بقى أنا عايزها، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا. وقت تعبير يجنن عن الكنيسة، التعبير اللي جاي ده، مسكنا لله في الروح. أقول أمين عشان أختم القراءة اجتماع الأحد، فلازم يبقى. وهذا التعبير الجميل، كنيسة مسكنا لله في الروح، هللويا. مسكنا لله في الروح، رب يسكن في كنيسته، رب يسكن في بيتك، رب يسكن في قلبك. نحن مسكنا لله، فهو اختبار شخصي للسكنة الإلهية في كل واحد فينا. أنتم جسدكم هيكل الله، روح الله إيه؟ ساكن، زي ما جناب الأسيس كان بيقول مش عامل زيارة، ده ساكن، ساكن. فعلى مستوى شخصي، ده اختبار شخصي، أن رب ساكن فيك، ساكن في قلبك. لا تستطيع أن حقيقي تعبد الله وترى يسوع المسيح كمخلص إلا بالروح القدس. عشان كده الساجدون الحقيقيون بيسجدوا بالروح وبالحق. فعلى مستوى شخصي، ده اختبار شخصي، سكنة. بس على مستوى جماعي، هذا التعبير، والنهاردة أنا مشغول بالروح القدس والكنيسة، هذا التعبير يجنن. كنيسة مسكن لله في الروح، مش عارف كاني عايز أقول هاليلويا. مسكن الله في الروح، مسكن الله في الروح، زي ما أكون أنا بخبط في حاجة، أي في حاجة عكس إن الكنيسة تبقى مسكن الله في الروح، لأن هي مسكن الله، واللي بيجعلها مسكن الله هي أنها في الروح، لأن الروح القدس هو الذي بيمجد يسوع، ذاك يأخذ مما لي ويخبركم، ذاك يمجدني. الروح القدس بيمجد يسوع في الكنيسة، الكنيسة بتعرفش تمجد يسوع حقيقي إلا بالروح القدس، لأن هويتها بحسب الكتاب أنها مسكن لله في الروح. هللويا. زي ما كنا بنصلي قبل هذه المشاركة، الآب هو رأس الكنيسة، المسيح هو فادي الكنيسة، بس الروح هو حياة الكنيسة. الروح هو اللي بيسري في الحياة، هو اللي بيخلي الحجارة بتاعة الكنيسة حية. قال أنتم مسكنا لله، حجارة حية، كهنوت ملوكي. ليه؟ لأن في حاجة، كل صخر فينا، كل حجر حي في حضرتكم مليان من هذه الحياة، مسكن لله في الروح، فبيخرج تعظيم للرب، تمجيد للرب، حمد للرب، لأن الروح القدس اللي ساكن فيك عمال بيمجد الآب والابن. والروح القدس ده عبارة عن حياة الكنيسة، تعبير رائع، زي ما يكون عنوان جميل، ممكن جناب الأسيس يكتب كتاب عن كده، لأنه أسيس بيكتب كتب جميلة. مسكنا لله في الروح، هللويا.
لأن الحياة بتعبر في كل عضو في كل حجر، لحجر حي لحجر حي لحجر حي. عشان كده مترصين معا، مبنيين معا، الآية تجنن، مبنيين معا، لأن الروح القدس بيسري في كل الجسد. كلنا عارفين مزمور 133، ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الدهن الروح القدس اللي بينسكب من الرأس يسوع بيفيض على اللحية، لحية الخدام، وينساب على كل الجسد حتى طرف الثياب. حب التعليقات، نفس الدهنة اللي على الرأس هي الدهنة اللي على طرف الثياب. مفيش سكيب سكند كلاس، مفيش سكيب صنع في الصين، مفيش سكيب، هو نفس السكيب اللي على الرأس هو السكيب اللي على اللحية هو السكيب اللي على الجسد. بس خلي بالك ان كل حتة من الجسد بينسكب الزيت من الآخرين. هو الزيت منسكب على كل الجسد من عضو لعضو. وإحنا بنعبد الرب في الروح القدس بيتحرك في وسط الجسد. هنعبد الرب بعد هذه المشاركة، الروح القدس بيتحرك في وسط، مبنيين معا. العمل الروحي هو عمل فوق المنطق، هو عمل فوق المحدودية الجسدية، لأنه عمل روحي، ولأنه عمل روحي بيسري في الجسد وبيبنينا معا. عشان كده لا تتركوا اجتماعكم كما لقوم عادة، بمعنى أن وجودك في وسط الجسد بينساب هذا الروح حينما يسكنوا معا، بينساب هذه الدهنة من عضو لعضو. وإحنا بنعبد وإحنا بنسبح وإحنا بنعظم الرب معا، مسكنا لله بالروح القدس. عشان كده كنيسة لما تولدت في أعمال 2 اتولدت بسكيب من الروح القدس، مش كده؟ كلنا عارفين أعمال 2 كانوا بنفس واحدة في العلية في يوم 50، كان صوت ريح عاصف ماشي، واتولدت الكنيسة. إزاي؟ الروح القدس انسكب اختبار شخصي على رأس كل واحد، بس هو اختبار جماعي ولد الكنيسة. ما أعرفش عنك أنت بترى المشهد ولا لأ، بس هذا المشهد يجنن. أنا كل مرة أقرأ أعمال 2 ببقى مدرك أن الرب عايز يملاني، بس بيملى جسد في نفس الوقت، وهو بيملى جسد في نفس الوقت عايز يملاني. لأن زي ما هنقرأ مع بعض في أفسس، قال امتلئوا بالروح القدس. ده حاجة مضارع مستمر. جناب الأسيس كان بيحكي لو في ناس مؤمنة بمعمودية واختبار واحد واختبار 2، وإيه أخبار اختبار مستمر؟ اختبار مستمر. الآن لما قال امتلئوا بالروح، هنقراها بعد دقائق مع بعض، هو كان بيحكي عن حاجة مضارع مستمر. الفعل في اليوناني مضارع مستمر، يعني keep on being، يعني حضرتك في العربية، حضرتك في الشغل، حضرتك عندك خدمة، حضرتك ما عندكش خدمة، ما عرفش عنك، قولهم ملاني ملاني بروحك. ليه؟ أنا عايز أعيش. في ناس عايشة وفي ناس بتحيا، مش كل عيشة عيشة، مش كل عيشة حياة، ده حقيقي. وبالتالي سكيب الروح القدس أو إنك ده جزء من الكنيسة، لأنها مسكنا لله في الروح، مجدا للرب. المنارة عبارة عن زيت، المنارة دي صورة الكنيسة في الكتاب المقدس، عبارة عن زيت معدي، وده حركة الروح القدس. وهذا الزيت اللي معدي في كل أنابيب هذه المنارة بيؤدي إن في شعلة نار. فالمنارة دورها إنها تكون فيها لهيب نار بتنور، ده نور العالم، وحارة نارية مليانة قوة، دي المنارة. فالمنارة بدون زيت ما فيش شعلة. عشان كده في بعض أحيان بننهك روحيا وبننهك نفسيا. ليه؟ لما الزيت يقل، لما علاقتك مع الروح القدس تنسحب، لما يحصل انسحاب في علاقتك مع هذا الأقنوم الساكن جوه حضرتك، هذا الأقنوم اللي يريد أن يمنطقك زي ما جناب الأسيس كان بيحكي، يمنطقك ويحملك إلى حيث هو يشاء. لما كنت أكثر حداثة، يعني لما أول ما ابتديت كده كنت تمنطق ذاتك وتذهب إلى حيث أنت تشاء. لكن متى شخت، يعني متى كبرت وراء مبنيين معا، متى تحركت وراء الرب أن ينيد مور، you want more، أنت عايز أكثر من الرب، يأتي الروح القدس ويمنطقك ويحملك إلى حيث هو يشاء. تعجبني الآيات اللي حزقيال بصورة حرفية يقول لك فوضع الرب يده علي وحملني روح وأتى بي إلى أرض شنعار. يعني زي ما يكون روحه أم رفعه من راسه كده، شاله وحطه في حتة.
أي نعم تعبير في العهد القديم، بس في العهد الجديد يسوع هو اللي قال في آخر إنجيل يوحنا يأتي ويمنطقك ويحملك إلى حيث هو يشاء. فالمنارة مليانة زيت، لأن الزيت المنارة دورها أنها تبقى فيها شعلات نار تنور، والشعلات النار دي ملهاش مش هتعرف تنور إلا ما تكون مليانة زيت. عشان كده الكنيسة مسكنة لله بالروح القدس، وهذه النار زي ما حكينا مع بعض خلال يومين اللي فاتوا، روح القدس دايما بيحمل حركة. عمر ما الروح القدس رمز له في الكتاب المقدس بحاجة جامدة. لما استقر في معمودية يوحنا استقر كحمام على رأس يسوع، حاجة متحركة. هو المشهور بنهر، هو المشهور بزيت، هو المشهور بنار، هو المشهور بريح. بمعنى هو دائما في حالة حركة. غياب الحركة هو غياب، مش غياب البركة، غياب الحركة هو غياب حركة الروح القدس في حياتنا. اللي بيخلي الكنيسة حية هو أن في حركة. أذكركم، أنا مش عايز أكون بطول، أنا حريص أن يكون أذكركم أن رئيس الكهنة، خلينا نقراها الآيات دي، يمكن بعضكم أكيد متأكد بعضكم عارفها، بس خلينا نقراها في خروج 28. رئيس الكهنة كان بيدخل إلى قدس الأقداس. في العهد الجديد نحن جميعا لنا ثقة بدم يسوع المسيح بالدخول إلى قدس الأقداس، مش كده؟ كل مرة بنتقدم قدام الرب نحن ندخل إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي في جسده المشقوق. لما يسوع كسر جسده، يسوع شق الحجاب، وهذا الجسد المكسور على الصليب الميدة بتعلن إيه؟ لنا ثقة بدخول إلى قدس أقداس، حضور الرب. احنا مش بنصلي من بعيد في الساحة الخارجية، هلو انت سمعني، انت شايفني يا رب، انت دريان بيا. رب دعاك للدخول، رب خرج لينا عشان احنا ندخل ليه. رب خرج لينا لظروفنا والحياتنا عشان يفتدي تراب الحياة بتاعتنا والبشرية السقطة اللي فينا، علشان به يصير لنا قدوم. وهذا القدوم مدعو لكل حد دخل في المسيح يسوع وصدق هذا الفدا، بيتقدم، لأن الحجاب المشقوق من فوق لأسفل is alive النهاردة. alive يعني alive النهاردة، يعني فعال النهاردة. عشان كده يقول دم رش، يعني ده مش دم قديم، مش قصة قديمة من 2000 سنة، ده حاجة fresh النهاردة، بقدوم ليا النهاردة، ودخول انتمت، دخول حميم إلى هذا الحضور الإلهي كل مرة إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح. فقدس الأقداس اللي كان بيخش رئيس الكهنة مرة في السنة، هذا المكان هو المعروض ليك، والرب بيديك أكسس ليه كل مرة بتخش قدام حضور الرب في بيتك أو في الكنيسة. بس رئيس الكهنة هو بيخش، كان ممنوع حد يخش لأنه كان الحجاب كان مازال مقفول، فكانوا بيقلقوا لو رئيس الكهنة ده مات جوه، لو رئيس الكهنة ده مات جوه ما حدش هيعرف يخش يجيبه، لأن المكان ده مهاب، لو حد دخل يموت، لو حد دخل ملوش أكسس في هذا المكان. لو دخلت بدون دم يسوع المسيح ده المكان، you don't have access، ملكش صلاحية للدخول، فقط دم يسوع المسيح هو اللي بدينا صلاحية للدخول إلى هذا المكان. فرئيس الكهنة كان بيخش إلى هذا المكان وكان بيرش الدم، أول ما يخش لازم يرش الدم على التابوت العهد، لأن هذا المكان مقدس ويجب أن يدخل بدم. بس كان في حاجة، كان بيلبس هذا العباية أو هذا الرداء، وهذا الرداء كان يجب أن يكون ليه صوت، فكانوا يحطوا في طرف الجبة اللي كان لبسها رئيس الكهنة جرس ورمانة، ويقول لك هو جرس ورمانة مجرد، بدون طبعا في تأملات كثيرة دي لها علاقة بثمار الروح القدس ومواهب الروح القدس، مش هو ده تركيزي، بس تركيزي للآية اللي هو قايلها الكتاب المقدس، تكون آية 35 في خروج 28. خروج 28 يقول لك على طرف الجبة بتاعت رئيس الكهنة وهو في قدس الأقداس، تكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لألا يموت. يعني كان لازم يبقى فيه حس للحركة، ورئيس الكهنة بيتحرك في قدس الأقداس لازم يسمعه حس لحسن يموت، فلازم يسحبوه، كانوا يربطوا رجليه عشان يخرج. كلكم عارفين القصة مش كده؟ المعنى ببساطة الكنيسة ليها حس قدام حضور ربنا، لأن لو الكنيسة ملاش حس تبقى ماتت. Are you here؟ والحس مش مايكات،
الحس هو حركة روحية، عشان كده الجرس والرمانة هو حركة الروح القدس في الكنيسة اللي بتزين الكنيسة، اللي بتديها صوت بقوة الروح القدس، اللي بتديها صوت بصوت بكلمة الرب المنطوقة وبتسبيح الرب اللي خارج وبإعلان الرب اللي بينور وبيلمع يسوع حجر الزاوية المستعلن، لأن مبنيين على أساس الإرسالية وكلمة الرب ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وكل ما بيكبر وبيعلى حجر الزاوية في وسطينا كل ما بيتكبر الكنيسة، وكل ما بيزداد المجد اللي خارج من العبادة ومن الكلمة ومن الميدة ومن التسبيح ومن الإعلان، كل ما حجر الزاوية بيكبر وكل الناس يقول واو رأينا مجده. هو القصة هو، لأنه هو الذي يبني كنيسته وبدينا أسرار الملكوت. قال أعطي لكم أن تعرفوا أسرار الملكوت، أما أنا اللي ببني الكنيسة. فالفاعل للكنيسة هو بانيها، لكن إحنا بيعطينا أسرار عشان نتحرك بيها وراء الرب، لأن الرب عمال بيبني الكنيسة. وكل ما الكنيسة بتمجد الرب هي مسكن الله بالروح القدس، لأن الروح القدس بيدي حس ثمار الروح القدس برغم هدوءها، عشان كده يشبهوها اللي هي دي الرمانة، برغم هدوءها هي مهمة جدا جدا جدا، طول الأنال وداع التعفف الإيمان الصلاح كل المحبة كل هذه الأمور، برغم أنها كويت برغم أنها هادية، لكنها احتياج في الكنيسة غير عادي، احتياج في الكنيسة غير عادي. حباء الإيمان بالمناسبة، الإيمان من الثمار ومن الهبات، المحبة السلام كل الحاجات دي. ما فيش حد هنا يقول أنا مش محتاج ثمار الروح القدس، ولا في حد هنا مش محتاج ثمار الروح القدس؟ ما فيش حد هنا متأكد ما عندوش احتياج لحاجة اسمها ثمر الروح القدس ونتحرك في حياته. عارف الثمر بيطلع ازاي؟ لأنه الشجرة مغروسة على مجاري المية، الثمر بيطلع. هلو؟ لأن الشجرة بتاعت حياتك مغروسة في المية، الثمر بيطلع. ما فيش شجرة بتطلع ثمر إلا ما يكون بتمشي فيها العصارة، لأنها مغروسة في الأرض. لو شجرة مش مغروسة في مجاري المياه مش هيطلع منها ثمر. وما فيش حد مننا مش محتاج ثمر روح القدس. روح القدس ما بيتحرك في شجرة الكنيسة، مبنيين معا مسكن الله وروح القدس، كما يشاء. لما تقرأ في كورنثوس الأولى 12 وبيحكي عن مواهب الروح القدس يقولك كما يشاء، يعني عنده مشيئة، يطلع ثمرة هنا، يطلع هبة هنا، يطلع جرس هنا ورمانة هنا. وخلي بالك لو هذا التعبير مشهور معظمكم يمكن سمعوا، لو هي أجراس بس، في ناس بقى تركب هي مواهب بقى أهم حاجة المواهب، لو أجراس جنب بعض هتخبط وهتطلع صوت قبيح جدا. انتوا عارفين المعنى ده مش كده؟ لو أجراس جنب بعض هتخبط في بعض هتطلع صوت قبيح. لو رمانات بس بدون أجراس مفيش حس، لكن لو في جرس ورمانة في حرية حركة للجرس يطلع صوت حلو. صمتكم أسرني. وبالتالي الشجرة المغروسة على مجاري مياه بتطلع ثمرها، بتطلع ثمر الروح القدس. ليه؟ لأنه وتطلع هبات للروح القدس، لأن الكنيسة مليانة، الكنيسة ليها حس. لو الكنيسة ملهاش حس يقولك عشان يبقى ليه صوت تكون، أنا آسف مرة تاني حبيبي نرجع خروج 28، أنا آسف اللي كنا فيها، تكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس. وحضرتك بتخش إلى الأقداس كل يوم بدم يسوع المسيح، وفي صوت بيخرج، لأن الكنيسة حية ليها صوت، زي ما الصوت ريح والكنيسة تملت بروح القدس واجتمع الجموع. ليه؟ لأن في حاجة بتحصل، هذه القوة. تعرفين أن الروح القدس كذا مرة في كتاب مقدس يذكر عن أقنوم شخص الروح القدس كرب، ويذكر بعد هذا الاسم القوة، عشان يفرق لك الكتاب المقدس بالروح القدس. هو بيتكتب أنه يقول لك بص في أقنوم، وهذا الأقنوم معاه قوة، بس ما تخلطهمش ببعض، لأن كتير بنتصور روح القدس هو مجرد قوة أو خدام بيطلعوا في التلفزيون كده أمريكان وبيعملوا شو. روح القدس مش كده، روح القدس مالك الكنيسة الأولى ما كانش عندهم أمريكان وما كانش عندهم شو. أعمال عشرة أرى لك آية كلكم عارفينها عن الرب يسوع، وآية أخرى في تسالونيك الأولى عن الكنيسة. في أعمال عشرة آية عن الرب يسوع، يسوع الذي من الناصرة، آية مشهورة جدا عارفينها،
أعمال 10:38 يسوع الذي من الناصرة مسحه الله. أعمال 10:38 يسوع الذي من الناصرة مسحه الله. ويأتي هذا الأول مرة التعبير ده بالروح القدس والقوة، بالأقنوم والقوة. إذن هناك الأقنوم اللي بنسجد عنده هو الرب، الروح رب. مرة تاني محتاج تدرك أن الروح رب. الكنيسة الأولى مليانة صلوات مكتوبة عن حديث الكنيسة مع الروح القدس. أول ليلة معظمكم يمكن أو بعضكم ما كانش موجود، بنجد سلاسة نحكي مع الآب، بنجد سلاسة نحكي مع الابن، بس بنجد غضاضة نحكي مع هذا الأقنوم برغم أنه إله واحد ورغم أنه هما واحد، مش أقنوم أقل. نسجد له ونمجده مع الآب والابن. ده قانون إيمان كل الطوائف، ده قانون إيمان المسيحي. فمسحه الله بالروح القدس والقوة فجال يصنع خيرا ويشفي جميع المنسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. فالآب والابن وروح القدس متحركين معا في إرسالية يسوع. الروح القدس والقوة. وزي ما يكون أنا ليه بجيب هذا الشاهد عشان بس تتصور الروح القدس. الروح القدس إظهارات. بمناسبة الإظهارات، الهدف من حركة الروح القدس في حياتك مش أن يحصل إظهار. في بعض الحين الناس تشعر بمشاعر معينة، ناس تقول أنا مش عارفش بولا حاجة يبقى أنا ما خدتش حاجة. نو مش التارجت أنك تشعر بشيء، التارجت أنك تعطش والروح القدس يسكن. وده إيمان. Are you here? Are you here? Are you all here? اوكي عشان احتياطي. فالتارجت مش مشاعر، التارجت مش إظهار، التارجت مش حصل معايا كذا وأقارن. طب أنت حصل معاك اللي حصل معايا أو ما حصلش معاك اللي ما حصلش معايا، أنا مش حاسس بحاجة أو أنا حسيت بحاجة. مش هو ده التارجت. التارجت أنه أنا عطشان بالرب وناظر إلى إلهي اللي بيسكب، لأن لما بنسكن معا بتنسكب الدهنة، فعناية نظرة إلى هذا الرأس يسوع المسيح وبتنسكب الدهنة على حياتي. وهنا الإيمان، شعرت أم لم أشعر، اختبرت أم لم أختبر، حصل أو ما حصلش في إحساسي، هناك حصل إيمانيا في روحي. ورب ياخدك في رحلة ورا رحلة ورا رحلة. مش معنى أنك لم تشعر أنك بعد كده مش هتشعر، في بعض مش معنى أنك شعرت أنك هتستمر بتشعر. لخبطتكم؟ لو كنت لخبطتكم. رب ياخدك في رحلة مبنيين معا. خليني أقرأ لك آية كمان في تسالونيك الأولى الإصحاح الأولاني. رائع كتاب مقدس. لأنك ممكن تقولي أعمال 10 دي تتكلم عن الرب يسوع من إحنا ملناش دعوة بيها. أقول لك بص بقى تسالونيك الأولى الإصحاح الأولاني آية 5 يقول لك كده. حوصل تسالونيكي إن شاء الله. الإصحاح الأول آية 5 إنجيلنا، ده بولس الرسول بقى بيكلم لكنيسة تسالونيكي، بيقول إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. أوكي خلاص مش محتاج بقى يقول دي. لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. أوكي، فكان الكرازة مصحوبة بالقوة لأن الكنيسة لها صوت، لها حس، لها قوة، بتتحركها بقوة. مسكن الله بالروح. لم يكن بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. ده كورس، ده كورس عن الخدمة في كلام. ده علم الوعظ الأسيس كان بيتكلم عليه في مدرسة الخدام. وعايز أشجعك مرة تاني، مفيش عمل روحي إلا ما يكون فيه تركات للمؤمنين الجدد، تركات لإخراج أبطال الخدام، تركات للصلاة وللإيمان، وتركات للعبادة والحضور الإلهي. لأن الكنيسة ملتي فاسق، تظهر فيها حكمة الرب المتنوعة. فأنا جديد عايز أكبر، أوكي في تراك. أنا عايز أخدم، في تراك. أنا عايز أعبد الرب، في تراك عبادة وصلاة في هذا في هذه الكنيسة كل يوم خميس بالليل. في تراك اسمه صلاة وتشفع من أجل المنطقة ومن أجل، وبالتالي في تراك. الكنيسة حكمة ربنا المتنوعة بتملى الكنيسة. فمرة تاني الكورس اللي موجود في آية 5 يجنن، يقول لك بالكلام، ده علم الوعظ، بل بالقوة، ده بالمانيفستيشن، لأن الرب يؤيد الكلمة بإيه؟ بالآيات التابعة، وبحضور الأقنوم. ده إنجيلنا كان بالكلام، كان بالقوة، كان بالروح القدس.
طب روح القدس هو القوة؟ نو. روح القدس بيحمل القوة، لكن فاكرين لما الملاك قال للعذراء مريم لما قلت له كيف يكون هذا؟ لها روح القدس قوة العلي وقوة العلي. فالروح القدس قوة العلي. فببساطة سارة بالكلام بالقوة بالروح القدس، يعني بحضور هذا الأقنوم، لأن الكنيسة إيه؟ مسكن الله بالروح، مسكن الله بالروح، في حضور إلهي، في حضور إلهي. تقول لي حضور يسوع، أقول لك هو الحقيقة هو حضور الروح القدس اللي عمال يمجد يسوع. لو عايز تخش في تفاصيل اللاهوتية إزاي يسوع حاضر في الكنيسة، هو حاضر في الكنيسة بالروح القدس. دي التفصيلة اللاهوتية، هي لغوية بس هو ده الحقيقة، ولو الأسيس ممكن يصلح لي لو حاجة. فالحضور الإلهي، لأن يسوع رأس الكنيسة، بس كل عضو بيعلن عن يسوع، لأن الروح اللي جاية من الرأس والنعمة اللي جاية من الرأس بتنساب في كل عضو بالروح القدس. ففي أربع حاجات، في الكلام، القوة، الحضور الإلهي ده أقنوم الروح القدس، وإيمان شديد بيقين شديد. وزي ما يكون ده بولس بيلخص مفاتيح الخدمة بتاعته لما قال، مش لازم نفتحها، في روميا 15 لما قال أنا خدمت من أورشليم إلى إليريكون. إليريكون ده حوالي البرتغال كده. قال أنا أكملت الكرازة. بص على الخريطة كده بتاعت الميديترينيان وأورشليم أهي، واطلع بقى تركيا وعدي بقى على أوروبا، أوروبا كمل لغاية البرتغال قبل أسبانيا طوالي، ماشي. ويقول لك أنا أكملت الكرازة من أورشليم إلى إليريكون بقوة آيات وعجائب. إيه الحلاوة دي؟ يعني هللويا. ما عرفش عنك بس فبولس ببساطة بيقول لك بص الكرازة، لأنه بالمناسبة القوة من هي من أجل الكرازة، القوة من أجل إعلان مجد يسوع في الكنيسة، القوة عشان كل شعب الرب يقول الرب هو الله. أشكر أختي، أختي تشجعت. القوة ده هدفها، القوة مش هدفها إن حد بيشاور، زي ما حكينا في أول ليلة، الروح القدس عمره ما بيشاور على نفسه وعمره بيشاور على خادم، الروح القدس دايما بيشاور على يسوع. فالروح القدس دايما هو signs and wonder. الساينز بتشاور على حاجة، الساينز عمرها بتشاور على نفسها، مش كده؟ من الإنجليز اسمها signs and wonders. مفيش ساين بتقول أنا ساين، الساين بتقول لك سان جابرييل. ده اللي أنا عارفه في البلد، ما تتحكيش عليا. فالساين بتشاور على حاجة، الساين عمرها ما بتشاور I am here، الساين بتشاور لك على where to go، مش كده؟ والساينز والوندرز، الوندرز تقول تخليك تتعجب إيه اللي هتشوفه لما توصل للساين بتشاور عليه. That's why اسمها signs and wonders، آيات وعجائب. فدائما الروح القدس بيشاور على يسوع، عمره بيشاور على خادم، عمره بيشاور على نفسه، دائما بيشاور على يسوع. عشان كده المسيح له المجد في الكنيسة. انتوا كويسين؟ اوكي. انا طولت، لازم اختم طالما كمان في مايده. فببساطه بولس بيقول ان الخدمه فيها اربع حاجات بحسب تلونيك الاولى 5، وقال هو ده اللي كان حاصل في حياتي بسبب ده اللي خلى الخدمه تتحرك من اورشليم الى إليريكون، هي كانت بقوه الايات والعجائب. عشان كده الرب كان بيؤيد الكلمه. انا ليه بحكي عن كده؟ انا بحكي عن كده عشان بعد دقايق هنقف مع بعض ونقول يا روح الله انت رب في الكنيسه. تقول لي لا لا لا، يسوع هو رب، بالمناسبة هو إله واحد. تقول لي لا لا، الأب هو الرب، بالمناسبة هم إله واحد. وبالمناسبة الروح القدس هو عمال يشاور على الأب وعلى يسوع all the time. بالمناسبة الروح القدس هو اللي بيمجد يسوع فيك all the time. تقول لي أنا عايز أمجد يسوع، أقولك أنت محتاج معونة من الروح القدس، لأن الساجدون الحقيون بيسجدوا لله من خلال الروح القدس والحق الكلمة. وبالتالي شركتك ومعية الروح القدس مع حياتك هي احتياج ملح. خليني أرجع لورا شوية. لو أنت بتواجه ضعفات، خطايا، قيود مش عارف تتفك منها، هو الروح القدس. حيث الروح رب هناك إيه؟ حرية.
الأحزان اللي بنسيبها تعشش في قلوبنا. عارفين أحد ثمار الروح القدس حاجة غريبة جدا 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 اسمها الفرح، عجيبة جدا، وبالذات في الكنيسة العربية. الكنيسة العربية القداسة تعني كده، في الكنيسة العربية القداسة يعني التكشير، وكل ما ازداد التكشيرة كل ما تزداد القداسة. فليفل التكشيرة يجب أنه يزداد كده، ده شخص ممتاز مكشر، برغم أن ثمر الروح القدس الشجرة المغروس على مجاري المية بتطلع ثمر، وثمر الروح القدس فرح، محبة. فربي رب الروح القدس بيكسر أحزان وأثقال، ونقول ليه الدنيا تقيلة كده، ليه الدنيا فيها أحزان. أنا تعرفوا التنهيدة المصري أو التنهيدة العربي دي، التنهيدة المعتادة، يكونش لأن علاقتي مع الروح القدس تحولت إلى أن هو كلمة إضافية، زي ما حطنا له أوضة، زي ما جناب الأسيس كان بيقول كده، هو حطنا له أوضة على جنب، أنت أقعد هنا بس بركة، أنت خليك هنا بركة، برغم أن الروح القدس هو مسكن الله بالروح القدس، هو الكنيسة ببساطة. فلو أنا محتاج حرية، لو أنا محتاج شفاء، لو أنا محتاج حياة، لو أنا محتاج أكون حجر حي في الكنيسة النهاردة في الروح القدس، قول له يا روح الله املاني، لأنك أنت رب، أنت رب الكنيسة، وأنت الرب اللي بيمجد يسوع في الكنيسة، وأنت الرب اللي بيوريني صورة الآب في الكنيسة. عشان كده قلنا هذا التعبير، ويمكن تعبير بيخض في بعض الأحيان، بس هو تعبير مش خادم بيقوله يوحنا المعمدان اللي قاله عن الرب يسوع، أن يسوع يعمد يعني يغطس، يعمد بالروح القدس ونار، الروح القدس والقوة، اقنوم الروح القدس ونتائج حضوره من ثمار قوية ومن هبات قوية، يعمد يغطس. وأنا مش بخش في البعد اللاهوتي في القصة، أنا بخش في المعنى البسيط الروحي في القصة، أنه عايز يغطس الكنيسة زي ما غطسها في أعمال 2، يغطس الكنيسة. بالمناسبة أعمال 2 شعلات النار اللي استقرت، أنا إيماني الشخصي، وعارف ده إيمان حي مشيخي، هو أن الروح القدس كان بيقدس الكنيسة، ما كانش سكيب من أجل الهبة، كان سكيب من أجل القداسة. فقدس الكنيسة بهذه النار، أشعل الكنيسة بهذا النار. فلو أنت محتاج اشتعال جديد في حياتك يا روح الله، زي ما الكنيسة الأولى، هلما تفضل أيها الرب الروح القدس وحل فينا، دي صلوة كانت بتصليها الكنيسة الأولى القوية، هلما تفضل أيها الرب الروح القدس وحل فينا. واو، تصور لما الكنيسة كانوا بالمناسبة كانوا بيصليها كل يوم، كانوا بيصلوها كل يوم، فما كانش حدث، يعني حدث في العيد نعيده. خليني أختم بهذه الآيات في أفسس، آيات قوية جدا، أنا بقراها كأنه دي الأكتيفيتيز أفسس 5. تعرفين أفسس 5 أو أفسس هي رسالة الكنيسة السماوية، أحد مسميات ده برضو هتتعلمه في مدرسة الخدام، الأسيس أعلن عنها أنه كل في إعلان روحي في كل سفر من أسفار كتاب مقدس، وإعلان روحي في كل كتاب من عهد جديد. في أفسس 5، ففي رسالة أفسس كلها عبارة عن الكنيسة السماوية، في أفسس 5 آية 15 في باراجراف كده كانوا يلخص الديناميكية الداخلية اللي بتحصل جوه الكنيسة اللي مليانة بالروح القدس. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، أفسس 5:15، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. دي نوعية الكنيسة، برايت، مصحصحة، مش ماشية في الساقية. فاكرين الساقية؟ حد فاكر الساقية؟ اللي هو مغمض عينه وبيلف في نفس النقطة، غمض عينه بيلف في نفس، يصحى الصبحية يغمضوا له عينه ويلف في نفس البقرة، وهو متصور انه رايح حتة، بس هو مش رايح حتة، مش كل حركة بركة، لأن يعني في حركة دائرية، الروح القدس دايما رايح حتة، مبنيين معا إلى الرأس، فبنتحرك تجاه تلك الصورة عينها. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، مصحصحين، لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. إذن إدراكي مشيئة الرب بيخليني أسلك بحكمة، مفتدي الوقت،
هللويا. مش عارف تاخدين بالكم ولا لا، ادراكي لمشيئه الرب، ادراكي لمشيئه الرب بيعمل ثلاث حاجات. بيخليني ابطل ابقى غبي. انا اسف دي مش كلمه تتقال في الكنيسه، بس لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب. فاول حاجه في ادراكي لمشيئه الرب ببطل ابقى غبي، ببطل اخد قرارات غلط، ببطل الوش يمين وشمال، ترايل اند ايرور، صواب وخطا، يمكن تصيب يمكن تخيب. ادراكي لمشيئه الرب في حياتك انك تبنى، انك تقدس، انك تستخدم في معنى لايامك، معنى لحياتك، معنى لبيتك، معنى لمستقبلك، في قصد ودعوه على حياتك. الرب دعا الضعفاء المزدرى وغير الموجود، ومفيش حد خلاص بقى احنا جينا بقى في امريكا وتعرف بقى اللايف ستايل، مفيش حاجه، في حاجه اسمها مشيئه ربنا، في حاجه اسمها مشيئه ربنا في اللايف ستايل بتاعتك، في الشغل اللي من 6 تو 6 ايا كان بقى الشغل بتاعك، من وات تايم تو وات تايم، فاهمني؟ ايا كان في مشيئه الرب. تقولي في لايف ستايل، اقول لك اه بس سوبر سيدنج يفوق هذه اللايف ستايل، ان في حاجه اسمها مشيئه الرب. ولما تفهم مشيئه الرب ما بتبقاش، انا اسف التعبير، غبي. بس نمره اتنين، لانك بتفهم مشيئه الرب بتبقى حكيم، فبتاخد قراراتك بحكمه، ما بتبقاش بتلوش. نمره ثلاثة، لانك بقيت حكيم بيحصل افتداء للوقت، فما بتضيعش وقت في حاجات تانية ملهاش أي قيمة من جهة إشباع البشرية، لأنك مدرك مشيئة الرب على حياتك وعلى بيتك وعلى أيامك وذن في خلال اللايف ستايل بتاعك واللايف ستايل بتاع أمريكا وكل المواجهات اللي بتمر بيها في أمريكا. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه خلاعة بل امتلئوا بالروح. وخلي بالك دي ديناميكية الكنيسة، الباراجراف ده كله ديناميكية الكنيسة. فالكنيسة فهمة مشيئة ربنا، فما فيهاش غباء، مفتدية الوقت وبتسلك حكماء. في نفس الوقت الكنيسة في مضارع مستمر عمالة بتتملي بالروح القدس، فمش سكرانة، مش دريانة ليلها من نهارها. اقرأ بقى في الحتة دي، مش هفتحها دلوقتي عشان الوقت، سالونيكي الأولى خمسة، نحن أبناء نهار مش أبناء ليل، فلا بالليل الذين يسكرون بالليل يسكرون. يعني لما الدنيا تليل روحيا بنلطش، لكن إحنا مش أبناء ليل، إحنا أبناء نهار. واللي بيحولك إلى هذا النهار إن الروح القدس all the time، أنت عمال بتتملي بالروح القدس، عمال بتتملي امتلئ، وده مضارع مستمر. It's not حدثة، it's not مؤتمر، it's not اجتماع، it's not خادم، it's قطك، ده قطك، ده عربيتك. ايه اخباره وانت رايح الشغل بكره الصبح؟ يا رب املاني بروح القدس وانا رايح الشغل. ازاي اواجه الشغل وتحدياته بدونك ايها الرب الروح القدس؟ اصعد قدامي، ان لم يصعد وجهك امامي فلا تصعدني من هنا. ايه رايكم؟ ايه رايكم في اللغه دي انها تملى عربيتك وانت رايح الشغل؟ ايه رايكم؟ لان لما اللغه دي بتملى عربيتك وانت رايح الشغل، انا مش بقول وانت رايح الخدمه، فكان بالحري وانت رايح خدمه وانت رايح اجتماع، لكن هو كان وانت رايح الشغل وانت مروح البيت وعارف ان ممكن يبقى في خناقه النهارده بالليل. انا بس عشان ايه مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يعني ده خلي بالك، انت ممكن تصور انه يعني هو حكي في تو ليفلز هنا، ده في الحديث ما بيننا وما بين بعض، وفي الحديث الشخصي. رب عايزك تتكلم all the time مع نفسك، تسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم. ففي لغة شخصية عمال بتعظم فيها الرب، وفي لغة جماعية عبارة عن مزامير وتسابيح وأغاني روحية، بمعنى إيمان، إيمان خارج، تعظيم للرب خارج. ودي اللغة اللي بتملى الكنيسة. Are you here؟ مش مقاصد الرب لغة الكنيسة جوسب، مش مقاصد الرب لغة الكنيسة نميمة أو شفت فلان وشفت علان، مقاصد الرب مترنم. عشان كده بقولك دي، ده مسكن الله بالروح القدس. ففاهمين مشيئة الرب، فحكماء مفتدين الوقت. نمرة اتنين، بيتملوا بروح القدس all the time. نمرة تلاتة، بيكلموا بعضهم بإيمان وبيكلموا قلوبهم بتعظيم للرب. آخر حاجة، شاكرين في كل حين، شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. تقولي فين الروح القدس هنا؟ اقول لك لانه هو لسه قال لك امتلي بالروح القدس. بتتملي بالروح القدس بيحصل ايه؟ شاكرين كل حين في اسم ربنا يسوع المسيح الله لله والاب. فالروح القدس عمال بيشاور على الابن والاب طول الوقت، مش مفصولين، اله واحد. صدقوني صدقوني اله واحد، امين. شاكرين كل حين في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب، خاضعين بعضكم لبعض
في مخافة ربنا، في مخافة ربنا. الباراجراف ده باراجراف قوي عن الكنيسة، برضو في كومبو كده عن المواجهة. إيه اللي حاصل ديناميكية الكنيسة؟ يقول لك كانت الكنائس في أعمال 9، يقول لك كانت كنائس تنمو في مخافة الرب وبتعزية الروح القدس تتكاثر. إيه اللي بيخلي الكنيسة تتكاثر؟ روح القدس. أنا بختم، إيه اللي بيخلي الكنيسة تتكاثر؟ الروح القدس. كانت تنمو في مخافة الرب وتتكاثر بالروح القدس. أوكي. فإزاي الكنيسة بتنمو؟ مخافة ربنا. إزاي بتتكاثر؟ أنتوا كنيسة عايزة تتكاثر؟ إحنا في عرض الروح القدس. تعالوا نغمض عينينا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي أنت رأس الجسد، يسوع أنت فادي الجسد، روح الله أنت حياة الجسد. كنيسة مسكن لله بالروح القدس، فيا روح الله زي ما الكنيسة الأولى كانت بتصلي لك، هلما تفضل وهب علينا، هلما تفضل وحل فينا، هلما تفضل وملانا، نعلنك رب، نعلنك رب، نؤمن بالرب الروح، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، نعلنك رب، بنديك مكانك لأنك أنت بتمجد فينا يسوع، أنت بتورينا إبوة الله لينا، فبنخضع، بنخضع عليك أيها الآب، بنخضع عليك أيها الإبن، بنخضع عليك أيها الرب الروح القدس، مدركين أنك مش فقط قوة، أنت مش فقط قوة، أنت الرب، تأتي وتمنطقنا وتحملنا إلى حيث أنت تشاء، أنت الرب، الرب هو الروح، فإملأ الكنيسة، إملأ كل أوانينا. أدعوك وحضرتك قاعد كده، مجرد لو تحب قول إملاني، إملاني أيها الرب الروح القدس، إملأ قلبي، قلبي برد، إملاني، ذهني مشتت، حرر أفكاري، قلبي مليان مرارة، أفكار كثيرة في قلب البشرية، أفكار كثيرة، ادي سلام لقلبي، ادي سلام لروحي أيها الرب الروح القدس، سود، أريد أن تخضع حياتي ليك، خاضعين للروح القدس، الذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. يا روح الله أنا بخضع لصوتك، بخضع للمحبة، بخضع للثمر، بخضع لقوتك، بخضع لأمانتك، بخضع لإعلان يسوع اللي أنت عمال بتعلنه فيا، بخضع ليك لما تقولي أسجد، بخضع ليك لما تقولي أعبد، بخضع ليك لما تقولي أغفر، بخضع ليك لما بتطلع مني ثمار أو هبات، بخضع ليك لما تقولي حب، تواضع، اخسر رجلين أختك أو أخوك، بخضع ليك أيها رب الروح القدس، رمم، بخضع ليك لما تقولي رمم في البيت، رمم في العلاقات، بخضع ليك لما تقولي رمم علاقتك مع حد انت جرحته، بخضع ليك لما تقولي رمم في اسم الرب يسوع في جسد الرب، بخضع ليك لما تقولي اسجد صوم، بخضع ليك ايها الرب الروح القدس لما تقودني إني أخدم في الكنيسة، بخضع عليك أيها الرب الروح القدس لما تقودني إني أتطهر وأتوب عن حاجات بطلت أتوب عنها وتصورت إنه عادي كل الناس بتعمل ده، كل الناس بتكذب الكذبة دي، كل الناس بتلتوي الالتواء ده، بخضع عليك أيها الروح القدس لما تبكتني تقولي صدق يا نادر، لو صلحت الخطأ أنا أصلح حياتك، صدق يا نادر، بخضع عليك أيها الرب الروح القدس، أنت رب في الكنيسة، بخضع عليك أيها الرب الروح القدس، أنت رب في البيت، بخضع عليك أيها الرب الروح القدس، أنت رب على حياتي، أنت بتمجد يسوع وأنت بتعلي وجه الآب. روح الله ندعوك تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة.
يملأنا بالقوة. أي احتياج للقوة في وسطنا، هدي فرصة لحضرتك تصلي الآن من أجل هذه القوة أنها تلمس كل احتياج، كان قوة في الجسد على أمراض أو على إنهاك، إن كان قوة في النفس على اكتئاب أو أحزان أو إنهاك أو أثقال، إن كان احتياج لقوة في الروح القدس من أجل الانتصار على أرواح الشر متحركة ومش عارف توقفها، اطلب الروح القدس وقوته. الروح القدس وقوته، كلامنا لم يكن بكلام فقط لكن بقوة بالروح القدس وبيقين شديد بإيمان شديد. املأنا باسم الرب يسوع، املأنا بالقوة، املأ كل احتياجات موجودة في هذا المكان أو بتستمع في البيت بقوة الآن. فحتى لو أنت في البيت أستأذنك مدي إيدك كده، مجرد علامة إيمان، مجرد علامة إيمان، أنا مادي إيدي معاك وقول له إملاني بالقوة الآن، إملاني بالقوة الآن، إملاني، لأنك إحنا مبنيين معا، مبنيين معا مسكنا لله بالروح، مسكنا لله بالروح، مبنيين معا، فبنينا ملكوت كهنوت ملوكي، كهنوت ملوكي، ابنينا معا بقوة الروح القدس، قوة تسري في جسدك يا رب. فأنا بتحد كأني بمسك إيد حضرتك وحضرتك، بنتحد معا كأننا مترصصين مع بعض ومسكين إيدين بعض، مسكنا لله، مبنيين معا، هللويا، مبنيين معا، حجارة حية، روح الله بيبني الكنيسة. فبتحد بيك أخويا وأختي اللي في التلفزيون، أو بتحد بيك أخويا وأختي اللي في القاعة هنا، مسكين إيدين بعض بالإيمان، مسكنا لله بالروح القدس، تسري حياة الله فينا، تسري قيامة الله في عظمنا، فيخرج جيش عظيم جدا 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 جدا، لأن حياة الله تسري في الكنيسة، حياة الله تسري في جسد الرب، حياة الله تسري في العروس، مسكنا لله، قوة قيام تسري باسم الرب يسوع، قوة قيامة تطرد يد العدو من على أي حد في أعضاء جسد المسيح، تطرد العدو باسم الرب يسوع، كل آلة صورت، كل ضغطة من العدو ترتفع الآن. فصلي معايا وقول الآن ترتفع يدك يا إبليس، الآن يرتفع ضغطة العدو من على جسدي ومن على بيتي ومن على أولادي، بنتحد معا مسكنا لله بالروح القدس، حياة الله تسري فينا، زوي لايف، حياة الله تسري في جسد الرب، حجارة حية كهنوت ملوكي، لكي نخبر بفضائل الرب الذي افتدانا لتقديم ذبائح روحية مقبولة لله، عبادة وعية في اسم الرب يسوع. أشكرك لأجل موجة حياة ورا حياة ورا حياة، امتلئوا بالروح، هللويا، لا تسكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعض بإيمان، مترنمين في قلوبكم، شاكرين الله بالروح القدس للآن والابن في اسم الرب يسوع. ننمو معا في مخافة الرب، ننمو معا في مخافة الرب. يا روح الله أنت روح المخافة، املى الكنيسة بحضورك وبمجدك وباسم يسوع في اسم الرب يسوع. Thank you.
ويزداد ويزداد ويزداد.